لمدة 124 سنة ظلت شركة كوداك على عرش صناعة الكاميرات في العالم إلى أنه أعلنت إفلاسها 2012. عارفين ليه أفلست؟ لأن واحد من المهندسين في الشركة دي قدم فكرة جديدة وهي الديجيتال كاميرا. وقتها قبلت الشركة الفكرة الجديدة دي بالسخرية وقالوا له إحنا شركة رائدة من سنين ونخاف نقبل فكرة جديدة يمكن تهز اسمنا في السوق. كانت النتيجة إن شركات تانية خدت الفكرة وطورتها، والنهاية كوداك أفلست. عنوان فكرتي النهاردة خارج الصندوق. اكتشفت إن أنا عملت زي شركة كوداك، حصرت حياتي في كمية أفكار معتادة بعملها هي من ساعة ما اتولدت. ولما سألت نفسي أنا ليه مش بمتحن الأفكار دي عشان أتمسك بالكويس وأطوره للأفضل وأقبل أفكار جديدة في حياتي، اتقال لي هو أنت عايز تفكر؟ إحنا كبرنا كده وتعلمنا كده وده سلو بلدنا. ولما سمعت أني محتاج أختبر أفكاري وأفكر خارج الصندوق، يعني أفكر أفكار غير تقليدية مبتكرة متطورة، قلت وأنا ليه أخاطر؟ ما هو اللي تعرفه أحسن من اللي ما تعرفوش. ولقيت نفسي مع مرور الأيام والسنين أصبحت أسير مجموعة أفكار وبقيت أسمع كلامها ونفذ دون تفكير أو نقاش. مشكلة شركة كوداك إنهم رفضوا يقبلوا فكرة جديدة لمجرد إنها فكرة جديدة، خافوا يفكروا خارج الصندوق فقبلوا الوضع كما هو عليه، ومع مرور الوقت فقدوا كل شيء. والحقيقة إن ده بقى أسلوب حياتك وحياتي. بدأنا نخاف نخاطر بأي جديد يدخل حياتنا ويغير شكل علاقتنا مع الناس، شغلنا، أسرتنا، أو حتى في الأمور الدينية. فكانت النتيجة إني قفلت على نفسي في كل أمور حياتي وأخطرها العلاقة مع الله. وأقنعت نفسي بفكرة معظم الناس عايشاها، إن الوصول لله هي محاولات مني كصغير يرضي الكبير، ضعيف يتوصل للقوي، فقير يلجأ للغني عشان أكسب وده أو أتحاشى ضرره. لكن فكرة الله مختلف، لأنه فكر في إقامة علاقة حب معايا، إذ حاول يقترب مني ويتجسد ويعيش معايا على الأرض، ودي فكرة خارج الصندوق. إن الرب يسوع يحب الإنسان كل الحب ده رغم فسادي وشري، ويوصله الحب ده للصليب يموت بدل عني ويقوم من الموت، دي حقيقة وفكرة خارج الصندوق. من فضلك ما تخافش إنك تقبل الله يغير فيك وفي تفكيرك، لأن وقتها هيعطيك طريقة تفكيره وأسلوب حياته. يقول الكتاب فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا. امتلاكك لفكر المسيح هيخلق فيك شخصية مبدعة مبتكرة زيه. ويمكن تسألني إزاي أخد فكر المسيح؟ يقول لك الكتاب مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. النهاردة اقبل فكرة خارج الصندوق، قبولك إن المسيح يحيا فيك تكون النتيجة إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، هي بداية شخص مبدع متميز شبعان ومليان من فكر سيده، ومش بيخاف يفكر أفكار خارج الصندوق لأن مصدرها فكر المسيح. فليكن فيكم فكر المسيح. أنا في المسيح خليقة جديدة، أنا في المسيح بفرحة أكيدة، أنا في المسيح خليقة جديدة، أنا في المسيح بفرحة أكيدة، في عيشة حلوة بعيشها معاه، ضامن اللي فعلا مكان في سماء، في عيشة حلوة بعيشها معاه، ضامن اللي فعلا كان في سماء، يلي ما دخلتش تعالى ادخل، اوعى الفرصة تفوتك والباب يقفل، يلي ما دخلتش تعالى ادخل، اوعى الفرصة تفوتك والباب يقفل، عمره ما يجي اليوم وهتندم انك في المسيح، لكن لو مش فيه صدقني هتندم صحيح،
أنا في المسير.